ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي الفلسطيني الأستاذ صالح شوكة. مرحبا بك أستاذ صالح. الأمم المتحدة تقول إن 800 عائلة فلسطينية تواجه خطر الإخلاء القسري لصالح مستوطنين. هل شرحت لنا أكثر ما يتهدد هذه العائلات؟ نعم، يعني أول من الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يسعى منذ احتلال فلسطين واحتلال القدس خاصة إلى تفريغها من المحتوى الفلسطيني الإسلامي في بناء المستوطنات والاحتلال على الجزء. لكن منذ مطلع من الجزء بدأت قوات الاحتلال بإسراف القدس وتسليم أوامر إخلاء عديدة إلى المقدسيين وقصف في حي أشتيت جراح في القدس المحتلة، حيث تقوم قوات الاحتلال بتسليم أوامر إخلاء منازل أو هدمها لتسليمها للمستوطنين. أيضا في الطرف الثاني هناك مخيم شعفاط في القدس المحتلة ومخيم للاجئين الفلسطينيين. أقرت حكومة الاحتلال حديثا إغلاق اسم المخيم وإغلاق كافة مؤسسات مكان الغوث وتحويل المخيم إلى أحياء القدس المحتلة في محاولة لطمس هوية اللاجئين الفلسطينيين. هل نحن أمام أزمة جديدة كأزمة الخان الأحمر؟ وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لوقف هذه الانتهاكات؟ نعم، يعني نحن يعني القدس تعيش يوميا أزمات مع الاحتلال، لكن هذه الأزمة هي مصادها أن حكومة الاحتلال وحكومة نتنياهو العنصرية هي تسعى قبل انتخابات الكنيست وانتخابات الحكومة إلى تبييض صورتها أمام المجتمع الصهيوني، المجتمع الذي احتل الأرض الفلسطينية. ومن خلال ذلك نحن يوميا في معركة مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، والتي تزداد في هذه اللحظة، والتي تحاول أيضا من خلال الاحتلال تبييض وجه أمام المستوطنين والفلسطينيين بشكل عام. ما صحة الأنباء التي تتحدث عن أن الكيان الصهيوني يخطط لبناء عدد من المستوطنات في القدس؟ نعم، يعني هذه مخططات قائمة وهي أكيدة، يعني هنالك بناء وزيادة في الوحدات الاستيطانية في محيط القدس المحتلة، هنالك في معالي أدومية وشرق القدس المحتلة، في مستوطنة أبو غنيم القريبة من مدينة بيت لحم والقريبة أيضا من القدس المحتلة. هناك إقرار ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية ردا حسب زعم الاحتلال، ردا على العمليات الفدائية التي يقوم بها الفلسطينيون، وأيضا جميعها تصب في مصلحة أن الاحتلال يريد دائما إظهار صورته الحسنة أمام المجتمع الإسرائيلي الصهيوني. كيف ترى دور المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات على الأراضي العربية؟ للأسف زميل، يعني المجتمع الدولي يعني منذ احتلال فلسطين وحتى يومنا هذا وحتى هذه الساعة والدقيقة والثانية لا يقدم أي شيء لفلسطين، ولا حتى المجتمع الإسلامي ولا الدول العربية ما تقدم شيئا لفلسطين. كل ما يتم هو اجتماعات وندوات فقط لدعم فلسطين على الورق والحبر، وليس هنالك شيء ملموس على الأرض. يوميا هنالك تدمير في المسجد الأقصى من المستوطنين ومن أعضاء الكنيسة، ونرى فقط سجن ما يعطي، وهذا ما يعطي الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر. هل ثمة أمل ترى أنه موجود ربما في القمة العربية المنعقدة في بيروت؟ لا أعتقد أن هنالك أي أمل بأي قمة عربية ستعقد أو عقدت في الماضي باتجاه فلسطين، لأنها يعني حسب الشارع الفلسطيني، حسب الشارع الفلسطيني، فإن هذه القمم أصبحت فقط عبارة عن عزومة غداء للزعماء العرب وتنتهي بالشد والاستنكار. نعم، من القدس الصحفي الفلسطيني الأستاذ صالح شوكة، شكرا جزيلا لك.